هنروح لعمل من الأعمال، يعني عمل رائع أنا شخصيا يعني بتابعه كمان بشكل كبير، لأنه هذا الملف ملف داعش من الملفات المهمة اللي لازم الواحد يتابعها، لأنه هي فكرة أنه داعش وتجنيد وهم بيدخلوا زي السوس وعندهم حلم الخلافة المسيطر على الدماغ. هو مش حلم لا يمت للإسلام بالصلة، ولكنه مسيطر من حيث النفوذ السياسي. فأعتقد مسلسل مكتوب المؤلف بهاء دويدار كتبه بعناية شديدة جدا، وخاصة في المشاهد اللي بتتعامل مع الشباب، في عناية في الحوار، في حوار، في عقل، في منطق. وطبعا هو من المسلسلات الهامة جدا هذا العام، لأنه مش بس بيناقش داعش في مكان واحد، أو إن هم بيحاولوا حتى كانوا إن هم يتسربوا أو يدخلوا مصر، ولكن هو مصر بتوصل لهم في أي مكان، يعني من قبل الخطر ما يجيلك إحنا بنشوف أنت فين، وزي كده اللغم والبطارية أنت بتفك كل حاجة قبل ما يحصل أي شيء. وده كمان بيؤكد على الجرأة الشديدة للأمن المصري والقيادة المصرية، بأنه أنا بعرض دراما وأنا لسه بشتغل على الأرض وأنا فاهم أنا قوي. خلينا كده نشوف مسلسل العائدون، طبعا زي ما قلت لحضراتكم من المسلسلات الهامة اللي بتقدمها شاشة رمضان، وكمان بيكشف مشهد مثلا زي ما انتم شايفينه، ده محمد فراج، ودي الطريقة اللي بيتعاملوا بيها أو بيخلصوا من أي حد بيتم اكتشافه، وهي بالحرق واللبس البرتقاني زي ما انتم شايفين بنفس الطريقة دي. لكن أنا عايزة أروح كمان معاكم للحلقات، بالذات الحلقات اللي بدأت من امبارح وأول امبارح، وهو تجنيد الشاب الفنان محمد عادل اللي اسمه علاء في العائدون، وإزاي أنت بتتعامل مع الشباب. أولا هناك وعي، في منطق، في طريقة للتعامل مع الشباب علشان كمان تكسبهم وتحاول كمان تطمنهم وتفهم دماغهم فيها إيه. الفنان محمد عادل، مساء الخير. يا أستاذة إزي حضرتك؟ مساء النور. مساء الخير يا علاء. مساء النور يا استاذ. انا معايا قلم اهو زي بتاعك يا علاء، بس ما فيهوش كاميرا والله. كل سنه وانت طيبه ورمضان كريم عليك وعلى كل المصريين وكل الامه العربيه يا رب. طيب خليني علاء اولا استاذنهم بس يا جماعه على السماعه. علاء انا بس عايزه اعرف اولا الدور ده، يعني انت عملت ادوار كتير في رمضان، وده من الادوار المهمه جدا. امبارح كان في مشاهد مهمه، كان عندك مشهد مع فنان أمير كرارة وهو خلاص بيبدأ يعني يعلمك إزاي، وكان عندك أيضا مشاهد في اليوم اللي قبله مع محمد ممدوح وأمينة خليل. المشاهد دي من المشاهد المهمة لأنك أنت بتأثر في الشاب اللي ممكن يبقى عنده تردد زيك، كلمني عنها. والله طبعا بشكل عام سعيد أن أنا موجود في عمل زي ده، سعيد أن أنا شغال مع أستاذ أحمد نادر جلال، مخرج كبير وعظيم وعنده وعي، بيعرف يتعامل مع العمليه الفنيه بشكل فيها وعي كامل. ان انت السنه دي من وجهه نظري اللي مخلي العائدين شويه مختلف، انه في لحم ودم كتير، مش فكره مسلسل مخابراتي فقط مباشر يعني تلغرافي. اللي حصل في مشاهد التحقيق حتى كان فيها جزء تقليدي والجزء الانساني، ويمكن ده اللي فرق اكتر من وجهه نظري، انه انت شفت شكل الضباط بشكل مختلف، بمشاعر مختلفة طبعا. مفيش الشكل التقليدي اللي انت عمال تشوفه. لما شفت ولد من وجهة نظرهم مذنب، كانوا عارفين يدخلوا له من الناحية الإنسانية، وده اللي فارق، وده اللي انا شايفه مختلف شوية في قصة علاء بتجنيده بكل الأحداث اللي هتحصل بعد شوية. احنا كتير جدا في الحاجات اللي شبه كده، الأعمال الوطنية والأعمال المخابراتية، اوقات بناخدها بشكل بقالنا كتير قوي ما بنعرفش نعمل ده من ايام رأفت الرجال لغايه دلوقتي. صحيح. مش عارفين نرجع تاني للشكل بتاع رأفت الرجال اللي كان فيه انسانيات. يعني مثلا المشهد اللي موجود معايا على الشاشه وانت بتتكلم، مشهد وانتوا بتاكلوا مع بعض، فيه الفنان امير كراره واعتقد امينه خليل، وهو مشهد فيه الانسانيات، اللي هو كمان هم بيدوك نوع من انواع الانسانيات علشان تقدر تحس بانه انت في حضن البلد. يعني المشاهد عايزه تقول كده، وبتهيألي عشان تخليها ابسط من كده، هي فكره الايمان. انت طبعا. لما يبقى ليك اتنين صحاب بتحبهم بتامن بيهم، هتروح وراهم لو فين. هي صحيح. دي فكره، هي دي صحيح. الفلسفه الانسانيه البسيطه. علاء امن بيهم وصدقهم، وكان ده صعب، لان هم الاول حاولوا بشكل بروفيشنال جدا، دخلوا له كذا اتجاه ما نفعش، اكثر اتجاه نفع هو الاتجاه الانساني. صحيح. علاء في الاول كان قال لهم رجعوني على مصر مش فارق معايا. طبعا. لما حاولوا يوصلوا له الفكره، ودي طب دي طبيعتنا كمصريين، لو احنا شويه العصبيه واخدانا
والحمو لا، وانت قدمت كمان في الشخصية العند بتاع الشاب، اللي هو العند الطبيعي، الشباب من الطاقة اللي عنده بيبقى عنده نوع من أنواع العند لإثبات الذات، فأنت واحنا برضو قدمت ما ده نقدرش برضو في ننكر ان الحوار احنا كان في فيه. الفترة الأخيرة بعد الثورة في ناس كتير جدا كفرت بنفسها وبحبها صحيح للبلد. صحيح، الناس دي انا شايف كان الذكاء مش ان انا انفر منهم واقول له انت اخواني ولا انت ايه، احنا مصريين قبل اي حاجه، وفي قانون وفي حاجات. اللي نفع عليه انه لما حتى قال لهم وجهه نظر عكسهم عرفوا يحتضنوه، وده طبعا كان مفتاح كان في المشهد جملة مهمة ومفتاح قوي، السيكونس ده. جملة مهمة قوي من محمد ممدوح، لما قال لك، لما قلت له انا ما بتنفسش وما عنديش حرية، فقال لك ما عندكش حرية نقدر نحلها ونتكلم بس ما طبعا نهدهاش. الجملة دي انا من الجمل اللي حاسة كمان وقعك انت وانت بتاخدها، انت اديتها بانه ايوه هو ده اللي انا ممكن اعمله. وهو وكان في مشهد تاني ما بيني وما بين امير كرارة وانا بتناقش معاه، ان انا حتى هنا لما جيت انا كنت متخيل صوره جيت ما لقيتهاش، فانا مش هربان من السجن عشان اخش سجن تاني. طبعا فهم حاولوا يبسطوا له الدنيا وفهموا له اللي بيحصل من السجن، اللي بيحصل اختلاف وجهات النظر، وده انا شايف ان النوع ده من الخطاب الدرامي احنا محتاجينه دلوقتي أكيد. جدا. هما كمان نوروا لك، انت عندك مشهد اعتقد امبارح برضو وانت بتكلم المذيع، بقى المذيع اللي في القناه الاخوانيه اللي بيعادي واللي بيعمل واللي بيعادي كل حاجه، وقلت له احنا اعلاميين، احنا مش ضباط، احنا مش جايين هنا نعمل، يعني خلينا نتكلم اعلام. فبرضو ده من المشاهد اللي باين تاثرك بانه انت بدات برضو تتكشف، يعني ان الناس دي مش محايده يعني. بالظبط، وده اللي هيحصل كمان في بقيه الحلقات. وانا اكتر حاجه من وجهه نظري عجباني انه احنا كمصريين عندنا، احنا نقدر نعمل حاجات كتير جدا بنخاف نعملها، بنخاف نقرب لها، محتاجين اللي يعرف يحتضن ويزقك لقدام. دي اكتر حاجه احنا كجيل مفتقدينها، وكشباب عاديه في الشارع، ان انت لو امنتي باي حد معاكي هتلاقيه بعد شويه هو فول باور عشان يعمل اي حاجه. أكيد. إحنا النهاردة هنبدأ نشوف بقى بداية، أنت هتبدأ تتدرب وهتروح الأجزخانة وتعمل الحاجات دي بتهيألي في حلقة النهاردة يعني. يا رب ان شاء الله على إن خير. شاء الله. مسلسل العائدون من المسلسلات المهمة، مليان تفاصيل كتير، مليان أبطال الحقيقة، كلهم الحقيقة متفوقين، وكلهم كل واحد في دوره يعني. يعني أنا سعيدة بهذا المسلسل، من التتر للموسيقى للمخرج للأبطال، وكمان ضيوف الشرف عاملين مجهود كبير، محمد ممدوح، هاني رمزي، يعني محمد فراج، كل واحد كان في مشهد كانوا موجودين. أنا بشكرك جدا فنان محمد عادل، لأن أنت بالنسبة لي بتمثل الشباب، وبالذات الشباب اللي هم أحيانا بيبقى فيه ضباب، يعني ضباب على العينين والأذن بتبقى منغلقة شوية، فأعتقد فرصة إنه الناس تسمعك وتشوفك فرصة مهمة جدا. بشكرك شكرا جزيلا فنان محمد عادل بدور علاء في العائدون.